نظرة وقبلة من رحيق ورد الماغنوليا، ابتسمي ودعيني أغترف الحب من غمازة الخد الأيمن فالأيسر، وأرتوي من ثغرك الأقحواني، ثم أسافر في تفاصيلك من البداية إلى النهاية. أعذريني، لا مجال الآن للكلام المنمق الجميل. أعرف أنك تحبين أن أحدثك عن غرام الصبايا وقصص الجمال وأشكال اللباس وحكايات المرايا ومواعيد الأصفار وأنواع الأكل ومغامرات ما قبل لقيايا. صدقيني، لغة قلبي عند اللقاء أبلغ من كل الحكايا.